أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. أعلنت بوكو عن هاتفها الجديد بوكو إكس 7 برو، وهو الأخ الأكبر في سلسلة إكس التي تتميز بتقديم أجهزة أدائها قوي وأسعارها منخفضة. وقالت بوكو أنها حدثت تغييرات هامة في أعتاد إكس 7 برو مقارنة بالإصدار السابق إكس 6 برو، مع العلم أن الأخير حقق شعبية كبيرة لدى المستخدمين ومبيعات ضخمة في العام الماضي. لذلك قمت بإعداد هذا التقرير لأقدم لكم أبرز الفروقات بين إكس 7 برو وإكس 6 برو، والاطلاع على نتائج الاختبارات التي حققها كلا الجهازين، وتحديد من الافضل والمناسب اكثر لمحبي الالعاب الثقيله والاداء القوي. وللتذكير، سعر بوكو اكس 7 برو لنسخه 8 مع 256 جيجا بايت ذاكره داخليه حوالي 310 دولار. وبدون اطاله اكثر، اذكركم بلايك واشتراك بالقناه، وبسم الله نبدا. سابدا معكم بابرز تغيير قدمته بوكو في هاتف اكس 7 برو، وهو أنها زودت الجهاز بمعالج دايمنسيتي 8400 من شركة ميديا تيك بدقة صنع 4 نانومتر بمصنعية TSMC. ولأول مرة يتم استخدام هذا المعالج من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد. وإذا ألقينا نظرة على هذه الشريحة الجديدة، نجد أنها تعمل بثمانية أنوية CPU من نوع كورتكس A725، وهي من أحدث الأنوية التي أصدرتها ARM لهذا العام. ونلاحظ أن ميديا تيك قررت التخلي تماما عن الأنوية الصغيرة التي كانت تأتي من نوع كورتكس A510 وما فوق. وبنفس الوقت لم يتم إدخال الأنوية الكبيرة جدا من نوع كورتكس X3 أو X4. وعلى العموم، هذه الأنوية تم توزيعها على ثلاث مجموعات مقسمة حسب التردد. فهنا يوجد نواة يصل ترددها إلى 3.2 جيجا هيرتز، وثلاث أنوية من نفس النوع أيضا بتردد 3 جيجا هيرتز، وأربع أنوية بتردد منخفض يصل إلى 2.1 جيجا هيرتز. ويدعم هذه الأنوية ذاكرة كاش بحجم 6 ميجا بايت في المستوى الثالث، مع ذاكرة SLC بحجم 5 ميجا بايت، المميزة بدعم أنوية CPU والبيانات اللازمة بشكل سريع جدا. بالتالي سينعكس هذا على كفاءة أداء المعالج في سرعة إنجاز المهام وبأقل قدر من الطاقة. وعلى الجانب المقابل، كانت شريحة دايمنسيتي 8300 الموجودة في بوكو X6 برو تأتي بنوع أنوية أقدم من نوع كورتكس A715 وA510، وتقريبا بترددات مشابهة للتوزيع الموجود في دايمنسيتي 8400، ولكن هذه الأنوية كان يدعمها ذاكرة كاش في المستوى الثالث بحجم 4 ميجا بايت. وعند اختبار هاتين الشريحتين على منصة جيك بنش المتخصصة باختبار أداء أنوية CPU، تبين أن شريحة دايمنسيتي 8400 تقدمت على الشريحة السابقة بما يعادل 18% على مستوى النواة الواحدة الرئيسية، وحققت قفزة كبيرة على مستوى اختبار الأنوية المتعددة بفارق 50% زيادة على الجيل السابق. وهذه النتيجة المميزة التي حصلت عليها شريحة دايمنسيتي 8400 تعود إلى حجم ونوع الأنوية الجديدة والاستغناء عن الأنوية الصغيرة، إضافة إلى دعم هذه الشريحة بذاكرة كاش أكبر، وهذا انعكس بشكل إيجابي على النتائج العامة لأنوية CPU. وإذا قارنا هذه الشريحة مع شريحة سناب دراجون 8S Gen 3 الموجودة في بوكو F6، نجد أن منصة جيك بنش أظهرت تفوق على مستوى اختبار النواة الواحدة لصالح شريحة سناب دراجون 8S، وهذا يعود إلى أن هذه الشريحة تدعم نواة رئيسية من نوع كورتكس X4، والتي تعتبر أكثر جودة وكفاءة في معالجة البيانات. وعلى مستوى الأنوية المتعددة، نجد أن دايمنسيتي 8400 كان له أفضلية في النتيجة، وهذا يعود إلى أن ميديا تيك تخلت عن الأنوية الصغيرة واستبدلتها بأنوية كبيرة الحجم. والسؤال الأهم، هل شريحة دايمنسيتي 8400 لديها قدرة جيدة على كفاءة الطاقة؟ أو بمعنى آخر، هل هي قادرة على ضبط الحرارة واستهلاك البطارية بشكل مثالي؟ هنا سأعرض لكم بعض التجارب التي قام بها متخصصين في تحليل الأداء. فنجد أن شريحة دايمنسيتي 8400 قدمت نتائج مميزة في ضبط استهلاك الطاقة، بداية من الترددات المنخفضة لعمل الأنوية وصولا إلى الترددات المتوسطة والعليا، وهي أفضل من شريحة دايمنسيتي 8300 وسناب دراجون 8S Gen 3 من حيث استهلاك الطاقة، وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا استطاعت ميديا تيك تحقيقه في هذه الشريحة. أما الجانب الأكثر إثارة في هذا الفيديو، والذي يتعلق بمدى قدرة بوكو إكس 7 برو على معالجة الرسوميات وتشغيل الألعاب الثقيلة، هنا نجد أن ميديا تيك زودت شريحة دايمنسيتي 8400 بمعالج رسومي قوي جدا من نوع مالي جي 720 MC7، ويدعم 7 أنوية بتردد أقصى يصل إلى 1300 ميجا هيرتز. وعند اختبار هذا المعالج في لعبة جينشين إمباكت لمدة 30 دقيقة، والتي تشكل عبء على المعالج، استطاع تشغيله على 60 فريم في الثانية وباستهلاك 6.6 واط من الطاقة. ونلاحظ أن هذه النتيجة أفضل مقارنة بمعالج دايمنسيتي 8300 وأفضل من سناب دراجون 8S Gen 3، وحتى أنها مقاربة جدا للمعالج الرائد سناب دراجون 8 Gen 3، وهذا مؤشر هام على قوة شريحة دايمنسيتي 8400 وقدرتها على تشغيل الألعاب الثقيلة بكفاءة عالية وباستهلاك معتدل للطاقة. فلو كنتم محبي الألعاب الثقيلة، فبوكو إكس 7 برو هو خيارك الأقوى بهذه الفئة السعرية. أما عن التغيير الثاني الذي قدمته بوكو في إكس 7 برو، هو أن هيكل الهاتف أصبح يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو أفضل معيار متوفر الآن في الأجهزة المنافسة، بينما كان بوكو إكس 6 برو يدعم معيار لمقاومة رذاذ الماء والغبار بدرجة IP54. ثالثاً، حسنت بوكو نظام التبريد في إكس 7 برو، وأصبح أكثر كفاءة في السيطرة على الحرارة وتشتيتها، وهذا مقارنة بالجيل السابق الموجود في بوكو إكس 6 برو.
رابعاً، الهاتف الآن يعمل ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير بقدرة شحن 90 واط بدلاً عن بطارية 5000 ميلي أمبير التي كانت موجودة في X6 برو. خامساً، قامت ووكو باستخدام مستشعر من شركة سوني في العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل ويدعم المثبت البصري OIS، وهو أفضل من المستشعر السابق الموجود في X6 برو خاصة في تصوير الليلي، إضافة لأنه يدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K مع 60 إطار في الثانية. سادساً، جاء بوكو X7 برو بنوع شاشة أموليد بدقة 1.5K تدعم تقنية Dolby Vision وال HDR10 Plus، إضافة إلى السطوع يصل إلى 3200 شمع وعليها طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس 7i. سابعاً وأخيراً، يعمل بوكو X7 برو بواجهة شاومي جديدة HyperOS 2 المحدثة عن الإصدار السابق وتحمل معها مميزات كثيرة ومحسنة مع نظام تشغيل أندرويد 15. أما عن ملخص عن مميزات والعيوب في بوكو X7 برو مقارنة بفئته السعرية كانت على الشكل التالي. وخلاصة القول أنك لو كنت تبحث عن جهاز قادر على إنجاز المهام المكثفة وقوي في الألعاب الثقيلة، فهنا أرشح لك بوكو X7 برو مباشرة، كون أنه يعمل بأفضل معالج في فئته السعرية وتحديدا مما يخص الأداء الرسومي ونوع الذواكر الحديثة والمتطورة، وأيضا ستحصل معه على شاشة سلسة ومتينة مع بطارية ضخمة وسرعة شحن عالية، إضافة للأفضل معيار لمقاومة الماء والغبار، وكل هذا بسعر $310. أيضا أريد رأيكم في التعليقات عن هذا الهاتف، وهل سيكون له منافس حقيقي في فئته السعرية؟ وفي النهاية أشكركم على وصولكم معي لنهاية الفيديو وأذكركم بلايك واشتراك في القناة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.